يقع. والله اليوم سبب الجو شوية العالم خفت واخذت تقريبا كفايتها، بس الحمد لله وشكر. آخر يوم هي بقت بس للرجالي، لأنه عادة السوق يتحرك بدايته للأطفال وبعدين النساء وآخر شيء الرجالي دائما يتحرك. ورا الأسعار يعني ضمن مو هذيك الغالية، يعني كمعدل 25,000 20,000 للقطعة، بين القميص البنطرون حسب النوعيات، هاي اللي الوسط خلينا نقول رتم الوسط. حركة مليحة، ويعني على حسب المعاميل وعلى حسب الناس اللي تجي فحركته. أنا شغلي خياطة صار لي 30 سنة تقريبا بهذا المكان. الحركة عادة تكون من وراء بهذا الشارع، من وراء الـ 12 ثنتين الظهر تقريبا حتى 11 12، أحيانا تأخر واحد إلى ثنتين بالليل بأيام المواسم. الجو من جهة عندك الوضع الاقتصادي بالبلد تعبان، طبعا متأثر، ماكو هذيك الحركة ولاكو هذيك الشغل. يعني احنا على مدار 20 يوم حركة ماكو بالشارع، بهاي العشرة أيام الأخيرة وصادفها أنه تغيير جو حار على بارد، فهذا يأثر على الموسم كله. تعال أنا من أهل الرشيدية موصل، فاتفقنا اليوم نطلع نشتري إن شاء الله، والحمد لله جينا. أنا المحلات ما يقصرون والله، عندنا معمل هنا آيات صلاح ما يقصر والله. هدوم العيد مثل ما يقولون، يعني على بلوزة على فانيرة وعلى كابوي وعلى والله سعار كله زين ومناسبة، يعني كله كلفت 80,000 تقريبا، كابويين وعلى قميص وبلوز 80,000 وتكرم حذاهم وياه. اشترينا على بديات وعلى كابويات الحمد لله، الحمد لله زينة مناسبة على 20-25 وبالحدود تقريبا مناسبة. ايه مناسبة الحمد لله، جوده مال النوعيه اصليه كلها ماركات الحمد لله. قمصان زي 20 15 20 ايش حدود. اجواء الموصل تخبل ممتاز جدا والله، اجواء كلش حلوه. اي والله يخبل الموصل حياه زهور. اي والله حلوه، اجواء حلوه والله. جايين فرد ربع ساعه هيجي، واخوينا جاي يتسوق وراني ان شاء الله. انت بعد ما شفت كل شيء؟ لا والله انا بعد ما عملت له. اي معاملت. ايش الاسعار؟ والله اسعار زينه كل زين. يعني معدل البنطلون والقميص والله الكابويات على 25 على 20 والتيشيرتات على 15 20 حسب النوعيه. مناسبه يعني؟ اي مناسبه زين والله. موجود اكو اقبال، اكو البجاي موجود بها صيني، اكو تركي موجود، الاكثر شيء تركي. والله اسعار الكابويات يعني بيعوا من 20 لل 15، يعني شلون معاونه من 20 ل 15، والتيشيرتات على 17 على 15، يعني هذا اسعارهم. الحركه التجاريه شو؟ والله الحمد لله فضل من الله مليحه. الرجال اخر 10 ايام، هي اخر اسبوع 10 ايام. والله حركه زينه والناس كلها موجوده، بس السوق غالي كلش، السوق نار. البناطير شبابي 25 و20 و15، يعني اشياء كلش غالي. القمصان اكو من 20 الى 40,000 اكو اسعار، يعني كلش غالي والناس موجوده والناس ما عندها. ناس تعبانة بس شنو السوق كلش غالي. والله الحمد لله مليحة، عيد مبارك إن شاء الله، العالم عاد تنزل تسوق. والله الذروة ما السوق من وغل الفطور، يعني من وغل الفطور إلى 12 وحدي. طبعا هسه إقبال قوي على الملابس، كل العالم تنزل تسوق تاخذ ملابس مال العيد، اكتفوا حاليا هسه داغوا بقى على الرجالي. والله سعرنا مناسبة مليحة إن شاء الله، ونسال مع العالم همينا ما نرجع حد.